سيدي القاضي، نلتمس من سيادتكم تأجيل الجلسة للاطلاع وتقديم. ايه الرخامة دي؟ ايه ده؟ مش انت اللي تنهي وتكملي الشراكه اللي بيننا؟ انا اللي حدد. وبعدين اوعي تفتكري ان الكلام اللي قلتيه في التليفون ده عدى اساسا على وداني. انا بطلع. هيتحسب 10 وفورا. وده شغل ايه اللي يكسب المكاسب دي كلها؟ لا احنا مالناش دعوه بقى. معد البرنامج هدية، النجمة بتاعتنا. اهلا وسهلا مدام هدية. اهلا بيك. في الاول احنا مبسوطين عشان انت معانا، هتفضلي تقعدي على الكرسي ده تبصي للكاميرا، هتقولي بتحبي مين مطربين المفضلين ليكي، حبيتي الغنى ايه؟ مغشوشتي واصليتي، انا مش فاهمه حاجه. انت عارفه كل اللي اشترى مني امبارح كان عايز يعمل فيا ايه النهارده؟ عارفه كان عايز باب الجنه. باب ايه؟ باب الجنه. طيب الجنه لازم تتعمر. انتوا متعودين لو اي حد كلمكوا قال لكم على اي حاجه تتحركوا بالسرعه دي؟ طبعا سيادتك، تعليمات السيد وزير الداخليه وتعليمات السيد مدير الامن ان كل البلاغات تتاخد على محمل الجد. طب وليه ما فرضتوش؟ مش هينفع اسيبك انت كده يا راجل. ليه؟ ما انت اوريدي سايبني ومن اول يوم. بس انا اللي عبيطه وهبله ومغمضه عيني عشان ما اشوفش الحقيقه القرف دي.